لحد ساعه ما تحددش، لانه حنا كنتسناو يعني الاداره ديال المركب الرياضي يعني تقرر واش المباراه الجايه ديال امام خريبكا غتكون هنايا في الدار البيضاء اولا في اكادير. الا كانت في اكادير غندربوا هنايا واحد 4 ايام 5 ايام وعاد ننتقلوا للمعسكر ديالنا، وتكون يعني المباراه داخله في المعسكر. الا كان الغير، اذا كان الغير ربما نمشيو للمعسكر ونرجعوا نكملوا هنا واحد 3 ايام 4 ايام المباراه.